مرحبا بكم. اليوم جبت لكم واحد الفيديو نتاع السيد هذا تاع المغرب، هذا تاع الكاتب ديال التاريخ نتاعهم. على بالكم هذا؟ والله يا العبد هذا اقسم لكم بالله لا عنده علاقة بالتاريخ نهائيا. على بالكم سقساوه وسألوه سؤال، قالوا له وش هي حكاية المليون ونص شهيد هذه اللي ماتت تاع الجزائر هذه؟ اسمعوا واش قال لهم. ديركتهم ودخلهم في المغرب، جاوبهم على الامريكان، جاوبهم على فرنسا، جاوبهم هي. المهم يلف ويدور، ما فهمت له كاع واش يحكي. نخليكم مع السيد هذا. دكتور، بالنسبة لواحد الإشاعات يقولوها تيروجوها الجزائريين والنظام ديالهم العسكري على رأسه اللي كيروج هذه القضية ديال مليون ونص شهيد. مليون ونص شهيد هذه قالها، يعني كانت عندها واحد القصة لما تيقولوا أن ديال جمال عبد الناصر. شنو التفاصيل ديال هذه القصة هذه؟ اولا هذا ربما هادو من الشطحات ديال الجزائريين ديال الحكام العسكريين. كيفاش مليون ونص شهيد؟ على شحال هما كانوا بالسلامه كاع؟ واش الفرنساويين الحمقين غادي يقتلوا مليون واحد؟ واش بالبنادق ديالهم غادي يتسنع حتى يسقط 100 مليون ولا مليون ونص؟ عندنا غادي تسمى ورا حنايا دخلنا في مقاومه مع الجزائريين. هذه اكذوبه تاريخيه، بل انها شوكه في حلق الجزائريين بالنسبه للمقاومه ديال المغاربه. اذا رجعنا تاريخيا والاحصاءات، شحال كان عدد السكان ديال الجزائر في الخمسينات؟ 5 مليون فقط، ما كيتجاوزهاش. الا قتلتي لهم مليون ونص، ايوا راه هذه اباده جماعيه. يا بهيم حاشا اسمك، على بالك في نهار واحد ماتت 45 ألف شهيد في 8 ماي 45، مات 45 ألف هذا في نهار واحد. فما بالك سبع سنين هذه تاع الثوره التحريريه، وفما بالك المقاومه الشعبيه من 1830 واروح ماشي حتى 62. على بالك باللي لو كان يكونوا موتوا، على بالك حنا رانا كنا نحاربوا، على بيا كنا نموت. يا بهيم حاشا اسمك، مش كيما انتم اعطاوكم الاستقلال وتقول لي انت اعطيناكم السلاح واعطيناكم العباد، خلاك كنتوا ضدنا انتم باش ديتوا الاستقلال تاعكم، ديتوا راه ظهرنا حنا كي مشيتوا مع فرنسا ضدنا باش عطاوكم الاستقلال. كمل. وحتى الموتى ديالهم العاديين الوقيع. وانا تنظن على ان ربما الكذوب على الانسان مقبول، ولكن على التاريخ هذا غير جائز. لماذا؟ لان الجزائريين ملي شافوا مئات بل الاف بل الملايين ديال المغاربه تهتفوا بملك واحد وبعرش واحد وخرجوا في مواجهه مع الفرنسيين، عاد دراتهم نفسهم على بلادهم، دراتهم نفسهم على بلادهم، ولكن بدعم، انا تنقولها تاريخيا كمؤرخ، بدعم مغربي، ويرجعوا للتاريخ ويشوفوا اشكال بن بله واشكال بوتفليقه واشكال مخربه ديالهم على النضال ديال محمد الخامس. بل حتى الاسلحه كنا كنشريوها لهم، بل حتى الرجال كنا كنصيفطوا لهم باش يدعموهم في 55. علاش؟ لان احنا كنا كنعتبروا راسنا مجاورين دوله اسلاميه، مجاورين الناس اللي تعرفوا حق الجوار وتعرفوا حق الجار على الجار. هذه الاكذوبه التاريخيه التي انطلت على ابنائهم وانطلت على العديد من الشعوب، السبب ديالها راه كان جاية من بلاد النيل. هذه جملة خرجت من فاهي جمال عبد الناصر في إحدى الخطب، فاقتبسها رجال المقاومة الجزائريين وأطلقوا على مليون شهيد. هذه من الترهات. ورجعوا التقارير الفرنسية ديال 55، ورجعوا الاستخبارات الفرنسية ديال الامريكيين وديال البريطانيين على هذه المقاومه، ونشوفوا الحقيقه فين كتجلى، لان التاريخ هو الحكم. التاريخ هو الحكم، اي صح. اذا على بالك بلي محمد دومير، على بالك بلي هضر نهار واحد، على بالكم بلي هبلكم وخلاص، ما اللي كون يعود كل يوم يهضر واش يصرا لكم، اقسم بالله غتنتحروا. دخلتها في الامريكان في جمال عبد الناصر، دخلتها في بريطانيا، دخلتها مع البالي شويه، لا حول ولا قوة الا بالله. على بي انا كنت على بالي بلي النظام المغربي والمخزن عنده مؤرخين كيما انت. على بي الله يبارك وصلوا راحوا بعيد. ليسونسيال اللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة، فعل الجرس، ساعة ساعة ونجيب لكم واحد مهرج كيما هذا على الاقل تنحيوا على خاطركم.